المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية السيدة جيرالدين غريفيث من دبي. حياكم الله سيدة جيرالدين، وأهلا وسهلا بك في قناة التغيير الفضائية. وأود أن أبدأ من البداية في ما هي سياسة الآن واشنطن تجاه إيران في ظل التعنت والعناد الإيراني المستمر حول الاتفاقية النووية؟ ما هي خطتكم؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. كما قال رئيس بايدن، الولايات المتحدة مستعدة للسير إلى الطريق الدبلوماسي إذا اتخذت النظام الإيراني الخطوات الحازمة لإظهار استعدادها، والولايات المتحدة كمان مستعدة للعودة إلى الاتفاق إذا عودت إيران إلى الالتزام الكامل بكل التزاماتها في إطار هذا الاتفاق. مع الأسف نحن بعيدين عن ذلك، لكن نحن نرحب بالمقترة الأوروبي للقيام بالمناقشات الدبلوماسية. الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك، والآن الكرة في ملعب النظام الإيراني. هل هنالك خيارات أخرى إذا استمرت إيران برفضها لقضية أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هنالك بدائل؟ تفضل الولايات المتحدة الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة في كافة أنحاء العالم، لذلك عين مبعوث خاص وهو يقوم بمشاورات دبلوماسية مع حلفائنا، ونحن نتمنى أن نرى تقدم في هذا المجال قريبا. لكن مثل ما قال رئيس بايدن منذ كان مرشحا للرئاسة، لن تسمع الولايات المتحدة للنظام الإيراني بامتلاك أسلحة نووية، وليس هناك أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة عن ذلك. طيب، هل بقي شيء من الحياة في الاتفاقية النووية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه برأيكم؟ هل تعتقدون أن هنالك فرص لحل هذه المشكلة في المستقبل، أم أن الفرص أصبحت ضئيلة في ظل هذه التصريحات؟ تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق جديد أقوى وأشمل يضم جميع الأنشطة الإيرانية المزعزة للاستقرار في المنطقة. فنعرف أن هناك إمكانيات لتحقيق ذلك. سوف يستوجب هذه العملية كثير من الوقت، فلذلك الولايات المتحدة مستعدة للقيام بالدبلوماسية لتحقيق ذلك. ما يهمنا هو الحد من التدخل الإيراني السلبي في المنطقة، ومن وجهة نظر إدارة بايدن الدبلوماسية هي الطريقة الأفضل لتحقيق ذلك. طيب، إذا ما استمرت على سبيل المثال إيران في تخصيب اليورانيوم وزيادة ذلك، ما الذي ستعتبرونه من هذا الموضوع ومن هذا التوجه؟ هل ستعتبرون بأن هذا توجه عدائي ضد المجتمع الدولي مثلاً؟ لا نستبق أي قرار من البيت الأبيض، لكن طبعاً قد رأينا كثير من الانتهاكات من قبل النظام الإيراني، والولايات المتحدة تقف جنباً إلى جنب مع حلفائنا في المجتمع الدولي، لأنه امتلاك أسلحة نووية من قبل النظام الإيراني لا يسب في مصلحة أحد، فهناك أحداث مشتركة بيننا وبين دول المنطقة والدول التي شاركت في الاتفاق السابق، فنحن نركز على إيجاد هذه الأحداث المشتركة وكيفية إيجاد الحل السلمي والأنسب لمعالجة هذا الملف. طيب، ولكن التهديدات مستمرة من قبل الميليشيات الإيرانية أو الموالية لإيران الموجودة في العراق ضد قواعدكم، وهذه التهديدات واضحة وتزداد شيئا فشيئا يوم بعد يوم. إذا ما قاموا بهجمات وزادوا من هجماتهم، هل ستستمر إدارة بايدن وواشنطن في قضية الرد المدروس والاستراتيجي واتخاذ ضربات خارج الأرض العراقية، أم لكل حادث حديث؟ كما رأينا مؤخرا، إذا أردت الولايات المتحدة أن ترد، سترد بشكل محسوب وفقاً للمصالح الأمريكية في التوقيت التي نراه مناسباً. فنحن نؤمن بالدبلوماسية من أجل تحقيق الحل السلمي لمعالجة القضايا العالقة في العالم، وأيضاً نحن نهتم بحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وتصدي لهذه الهجمات. ف
فنحن نتعامل في إطار التحالف الدولي مع قوات الأمن العراقية لبناء قدراتهم على مواجهة هذه التحديات الأمنية، ونسعى لدعم العراق كي يكون قوي ذات سيادة وقادر على الدفاع عن جميع الأراضي العراقية.